صباح الخير جميعا، انا اسمي الدكتور سيد محمد الأبير عبد مقصود، زميل الكليه الملكيه من لندن نساء وتوليد. يسعدنا اتكلم معاكم في موضوع هام جدا، وهو وجود تكيس على المبايض مما يؤدي الى لخبطه في الدوره الشهريه، زائد وجود شعر في اماكن غير معتاده عليها الانسات والسيدات. هذا الموضوع بقى شائك جدا، وياما بيشتكي منه البنات ان في دور عندهم لخبطه، ان في شعر في جسمي يا دكتور سيد في كل مكان، انا متضايقه مش عارفه اتجاوب مع زمايلي في الجامعه وفي ثانوي او في المدرسه وكده. فعلاجه دايما النصيحه الذهبيه هنا انقاص الوزن. لخبطه الهرمونات بتيجي من الوزن الزياده، فوجود شعر زياده او لخبطه في الدوره ووزن زائد، اهم حاجه عندنا ان احنا نعالج الموضوع ده بانقاص الوزن عن طريق الدايت او الاكسرسايز، ثم بنساعده بعلاج طبي بيظبط الهرمونات لمده 6 شهور او سنه. احيانا نادره جدا ان ده يفشل كل المحاولات دي كلها، فبنعمل حاجه اسمها منظار بطن، وبنيجي نعمل حاجه زي الليزر كده على المبيض في حاجه حوالي 5 دقائق لمبيض واحد فقط، بحيث الماده اللي هي بتطلع من المبيض بنقللها عن طريق الدياسيرمي اللي هو كي المبايض. والعمليه دي ليها محاذير وبتتعمل ليها جايد لاينز، والمحاذير دي ان هي مبيض واحد فقط لمده 4 ثواني في 4 اماكن ب40 واط. وبكده يكون ناقشنا موضوع تكيس على المبايض.